عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، وأيضا الفرص المتاحة للاستفادة من العلاقات السياسية لتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي. كما تركزت المباحثات على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا واليمن وسوريا والقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة للأوضاع في القارة الأفريقية وسد النهضة. بالتأكيد أن مصر بتبذل جهد كبير في إطار أولا السيطرة والتأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية، وبالعكس تعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، ويؤدي إلى وجود مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب، وحكومة ورئيس أيضا يعبرون عن إرادة الشعب الليبي ويتخذون من القرارات ما يتوافق مع مصالح الشعب الليبي، يحافظ على الأراضي الليبية وعلى سيادة ليبيا وعلى مقدراتها لصالح شعبها. الجهود التي بذلت سواء في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة واستؤنف في جنيف، الاجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر.